معنا من القاهرة البحث في التراث ومستشار وزير الثقافة السابق الدكتور محمد مندور. دكتور محمد صباح الخير وأهلا بك على برنامج الصباح في سكاي نيوز عربية. دكتور محمد، نتحدث هنا عن التراث بداية، هل التراث فعلا مهم لنا؟ صباح الخير وصباح الخير على المشاهدين الكرام وعلى كل العرب. صباح مفعم بالنشاط والحيوية، صباح ممزوج بالتراث. نحن يوميا نمارس طقوس من التراث، عندما نحيي بعضنا البعض، عندما نشاهد طقوس لمة الأسرة على الإفطار. نحن نمارس كثير من الموروثات الثقافية التراثية في المناسبات المختلفة والاحتفالات المختلفة. التراث هو ذاكرة الأمة، التراث هو المستقبل أيضا وليس الماضي فقط، التراث هو الموروث الذي ننقله من جيل إلى جيل. يجب أن نذكر المشاهدين الكرام أن يوم 27 فبراير الذي اختارته الجامعة العربية ليكون يوم التراث الثقافي العربي هو يوم له رمزية، فهذا اليوم هو اليوم الذي امتدت يد الهمجية والظلامية والإرهاب إلى متحف الموصل في العراق لتدميره، وبالتالي تم اختيار هذا اليوم كمناسبة للتذكير ورمزية لأهمية الحفاظ على التراث الثقافي العربي. إذا كنا نتحدث عن أهمية التراث، فأهمية التراث ليس لكونه موروث لنا فقط وهو تاريخنا فقط، ولكن هو اقتصاد. الآن الشعوب المختلفة بطقوسها المختلفة تستخدم التراث كجزء من المنظومة السياحية، وبالتالي التراث يشكل جزء من المنظومة الاقتصادية للسياحة. عندما تزور أي بلد أنت تسأل عن تراث والفلكلور والفنون المختلفة والآثار التي تقدم في هذه البلد، وبالتالي التراث هو جزء من المنظومة السياحية الاقتصادية. طيب دكتور محمد، يعني بدنا نسألك اليوم، كان اختيار عنوان لهذا اليوم القدس الشريف، لماذا هذا العنوان برأيك بهذه الفترة؟ نعم، هناك صحوة كبيرة في المنطقة العربية للاهتمام بالقدس، خاصة أن هناك اتجاه مضاد لمحاولة ما نسميه أيضا وما يكون حقيقة هو حقيقة بالفعل تهويد القدس. هناك على مدار التاريخ السنوات الماضية تم الاعتداء على كثير من التراث الثقافي العربي والإسلامي في أرض فلسطين، وبالتالي كانت هذا عنوان لاختيار يوم القدس لمواجهة التهويد ومواجهة أيضا محاولات طمس الهوية العربية الفلسطينية والهوية الإسلامية الفلسطينية في القدس. والمسألة لا تتعلق بالقدس فقط، ولكن تمتد للكثير من المدن الفلسطينية، محاولات التهويد، محاولات طمس الهوية، محاولات، نحن نعرف كثير من المخطوطات التي سرقت وهربت إلى الخارج أو تم تشويهها، الآثار التي تم أيضا هدمها وتشويهها، وبالتالي هذه مناسبة للتذكير بأهمية الحفاظ على تراث القدس وتراث المدن الفلسطينية، التراث العربي الفلسطيني. طيب، أيضا هذا اليوم الثقافي هو مناسبة للحفاظ والتذكير بأهمية الحفاظ على التراث العربي في المدن. طيب التي دكتور، تعرضت خلال السنوات الماضية لكثير من التدمير والتشويه سواء في العراق أو في سوريا. نعم. طيب دكتور، سألنا سؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقط دعنا نستعرض الأجوبة عن مشاركاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص السؤال: كعربي ما أجمل تقليد أو موروث في ثقافتك؟
محمد أعود إليك، يعني الكثير من الإجابات جاءت حول هذا التساؤل، هناك من قال شرب القهوة، هناك من قال الدبكة، هل العرب بشكل عام وفي منطقتنا العربية هناك موروث مشترك بيننا دكتور يجمعنا كلنا؟ نعم، نحن نعيش دائما حالة ما يعرف باسم نوستالجيا. نحن لدينا الحنين إلى الماضي، لدينا الحنين إلى الموروثات القديمة. يجب أن ننوه قبل أن التراث ليس فقط الآثار المادية، ولكن هناك التراث اللامادي. التراث اللامادي الذي تحدث عنه المدونون ورواد شبكات التواصل الاجتماعي للإجابة على سؤالكم، والتراث اللامادي المتمثل في الطقوس والموروثات الشعبية والرقصات الفلكلورية والغناء الشعبي وعادات شرب القهوة. والعرب لديهم صحوة الآن في تسجيل كثير من العناصر الثقافية التراثية اللامادية. يمكن الإمارات والسعودية والكويت ودول الخليج سعوا لتسجيل القهوة في قائمة اليونسكو للتراث اللامادي. هناك تحرك وأيضا لتسجيل النخيل في التراث اللامادي. تقام الكثير من المهرجانات للخيول والهجن والغناء الشعبي العربي. في مصر تم تسجيل الأراجوز مؤخرا في قائمة اليونسكو. إذن نحن نعيش جميعا حالة نوستالجيا، حنين للماضي، احتفاظ بالموروثات القديمة للحفاظ على الهوية، خصوصا أننا يعني الآن نواجه محاولات للتغريب الثقافي، محاولات لطمس هذه الهوية. إذن الشخصية العربية تحاول دائما استعادة هويتها. الحكومات العربية للحقيقة تسير بشكل جيد جدا لدعم هذا. الإعلام يسير بشكل رائع لدعم الهوية ودعم الموروث الثقافي العربي. أهمية اليوم الطفل وإشراك الطفل في مثل هذه الفعاليات ومثل هذه الأيام ونشر التوعية عن أهمية التراث والثقافة، لأنه عم نشوف أنه في توجه معين لدى الجيل الجديد لعدم الاكتراث بالثقافة كما كانت الأجيال السابقة. شوف، الثقافة والتراث هو راية نسلمها من جيل إلى جيل، وبالتالي تشجيع الأطفال على الالتزام والتمسك بهويتهم وموروثهم هو أمر يعني يحافظ على بقاء الثقافة العربية للقرون القادمة. وبالتالي يجب أن نقوم بدورنا تجاه الأطفال. المنظمات، المجتمع المدني العاملة في مجال الثقافة والتراث، الحكومات أيضا تسعى لتشجيع الطلبة على هذا. يمكن نشاهد كثير من المدارس تلتزم بالزي التقليدي في كثير من الدول العربية. هناك احتفالات تتم في قصور الثقافة أو مراكز الثقافة الخاصة بالأطفال لتشجيعهم وتعريفهم بالتراث. هناك أيضا اتجاه لكتابة قصص أطفال تشجع على التمسك بالهوية الثقافية والموروث الثقافي. إذن الأطفال هم نسلمهم، يجب أن نسلمهم الراية التي تنتقل بالتراث من جيل إلى جيل وتحافظ عليه. المسألة متعلقة أيضا بأهمية وأولوية ابتكار أشكال حديثة تكنولوجية للحفاظ على التراث. الأطفال لديهم جاذبية للتكنولوجيا بشكل كبير، ويمكن الشباب أيضا والكبار. كما يقال، يجب أن من لا ماضي له لا مستقبل له. دكتور محمد، أشكرك جزيل الشكر. من القاهرة الباحث التراثي ومستشار وزير الثقافة السابق الدكتور محمد مندور، شكرا لك. شكرا لك.